بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم موسكو تصر على مطالبها في أوكرانيا، والأخيرة ترفض الحلول الوسطية، والغاز يعمق الانقسامات داخل بروكسل، مع الكاتب الأكاديمي والخبير في الشؤون الروسية فائز حوالة. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.